رايحين نهدر على التغذية الصحية لتفادي اضطرابات الجهاز الهضمي طيل شهر رمضان. مخابر فرات الرزس فرع الصحة الطبيعية تقدم لكم دوك تفهم. عندك أسئلة؟ حبيت نصائح؟ تواصل معنا على الفيسبوك وأطباءنا رح يجاوبوك. ريح معنا دوك تفهم. نعيمة بيمولي طبيبة مختصة في التغذية انستاليا شيراغا الجزائر العاصمة. السؤال اللي خيرناه اليوم هو دور المكملات الغذائية في ليليميناسيون دو بول اليمونتير. في شهر رمضان اتخلطت على الشعب الجزائري شربة بوراكة وزيد لها السهرة معها لاتاي ولا القهوة وحبة قاطو قلب اللوز ولا زلابية. هادو ما قاع راحين يتخلطوا في المعدة تاعنا ويعطيونا تقل انتفاخات وعسر في العلم. راح نحكي لكم اليوم على مكملين غذائيين اللي رايحين يعاونونا في الكونفور ديجيستيف. المكمل الاول هو البروبيوتيك. شكون ما يعرفش البروبيوتيك؟ هو عبارة عن إنزيمات طبيعية نقدر نشريوها من عند الفارماسيان ولا نصيبوها في مشتقات الحليب، راح تمتص معنا وتعاون في عملية العظم. المكمل الغذائي الثاني هو الشاربون اكتيف. تعرفوا باللي بعد عملية العظم يكون إفراز الغازات، الكرش تاعي تتنفخ نتقال نقعد فوق الفوتي تاعي، ناخذ لي شاربون اكتيف اللي هو راح يمتص هذيك الغازات وبالتالي نكون خفيف ونسهر بكل اريحيه. ما تنساوش شرب الماء من لتر ونصف حتى لترين طيله هذه السهره، وبالتالي يكون عندنا ان بون كونفور ديجيستيف. نتمنى لكم رمضان كريم بالصحه والهنا. دوك تفهم قدمت لكم من طرف مخابر فرات الرازس فرع الصحه الطبيعيه.